الخير أعزائي المشاهدين مشاهدي برنامجنا حوار واستثمار مع الشواربي مع حلقة جديدة هنتابع فيها كل ما يحدث على أرض مصرنا الحبيبة من استثمارات جديدة واستكمال لخطى النجاح وكل التطورات الاقتصادية والاستثمارية على أرض مصر هنتابعها خطوة بخطوة مع بعض زي ما متعودين في حلقتنا دايما. في البداية زي ما متعودين مع بعض إن احنا دايما بنتكلم عن أهم الأحداث الاقتصادية اللي حصلت في خلال الأسبوع السابق وأهم أحداث الدولة. في البداية طبعا يوم الثلاثاء اللي فات كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أقام احتفالية خاصة بيوم الشهيد المصري. طبعا يعني مصر مليئة بالشهداء، شهداء من شباب وخيرة شباب مصر، من رجال القوات المسلحة، من الشرطة، من شبابنا المصريين، فهم طبعا ليهم حق علينا كلنا انهم يبقى لهم يوم نحتفل معاهم باللي هم عملوه عشان مصرنا وعشان امننا وعشان نقدر نعيش في وطن امن ونحافظ على نفسنا وعلى اولادنا. الناس دي ضحت بنفسها وبارواحها وقدمت حياتها فدا لبلدها ولينا عشان نعيش في امن وامان وسلام. الرئيس عبد الفتاح السيسي حضر يوم الثلاث السابق في مركز مؤتمرات المنارة احتفالية لتكريم أسر الشهداء. طبعا ده يعني شكل من أشكال العرفان بالجميل لأسرهم لأن هم فقدوا أغلى ما عندهم إن كان ابنهم أو والدهم أو أخوهم. طبعا إحنا كلنا بنقول لهم مصر بتحتضنكو، مصر معاكو، مصر مقدرة اللي انتو قدمتوه وضحيتوا بيه، فإحنا أقل واجب ان احنا ناخد بالنا من أسركو ومن ولادكو ومن زوجاتكو لأن ده واجب علينا كلنا كمصريين. وطبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي بيضرب المثل الأكبر في اهتمامه بالمصريين وبحالتهم المعنوية زي ما بنقول، اهتمامه بالروح العامة للشعب المصري ان اللي ماتوا دول برضو وفقدوا أعز ما عندهم وهي حياتهم، فقدوها عشان إحنا نعيش في أمان وسلام. فأكيد إن إحنا لازم نفضل فاكرينهم ونفضل دايما بنقرب من أسرهم ومن ولادهم ومن حياتهم عشان نحاول إن إحنا نقدم أي شكل من أشكال التعويض البسيط لأسرهم عن فقدهم لأهاليهم. ده كان أول خبر. الخبر الثاني وهو ان الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده كان في اجتماع واستقبال رئيس وزراء دولة السودان. طبعا السودان الشقيق ده يعني احنا والسودان وطن واحد، بيجمعنا حوض نهر النيل، بيجمعنا تاريخ على مر العصور، علاقات تجارية واقتصادية من قديم الازل، من 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 عصور طويلة جدا. الرئيس عبد الفتاح السيسي زي ما عودنا دايما ان هو مهتم بالكتلة المحيطة بمصرنا الحبيبة، مهتم بكل الوطن العربي وكل القارة الإفريقية وتوطيد علاقاتنا بيهم وعلاقاتهم المتكاملة بينهم كمان وبين شعوبهم وبينهم وبين بعض كدول. النهاردة كان الاجتماع بحضور رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي وناقشوا مجموعة كبيرة جدا من الأمور الخاصة بالاقتصاد والتدريب، وإحنا بنحاول مع دولة السودان الشقيق إن إحنا نساعدهم إن هم ينقلوا التجربة الاقتصادية اللي إحنا مرينا بيها الفترة اللي فاتت ومدى النجاح اللي حصل على أرض مصر بسبب القرارات اللي خدها الرئيس عبد الفتاح السيسي عشان يعبر بمصر من النفق المظلم اللي كنا فيه من ايام 30/6 لحد النهارده. النهارده بقى في مصر جديده احنا بنعيش فيها كلنا، شايفين شكل التدهور والتجربه اللي حصلت على ارض مصر. الرئيس بيحاول ان هو ينقل التجربه دي للسودان الشقيق، بيقول لهم الخطة الاقتصاديه اللي عملناها، بيعملوا برامج في التعاون المشترك في المجالات الاقتصاديه المختلفه، برامج لتدريب الكوادر السودانية من خلال الكوادر المصرية. كمان ناقشوا مجموعة من القضايا الهامة في أفريقيا
ومن ضمنها سد النهضة. اتكلموا عن تشكيل رباعي دولي. طبعا احنا السودان حاجة واحدة، والرئيس بيأكد على اهتمامه ان امن السودان من امن مصر، لان احنا شعب واحد وروح واحدة وكلنا بنشرب من مية النيل العظيم. كمان السيد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمداك أشاد بالاجتماع الموسع اللي حصل مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة، وكمان قال ان احنا داخلين في برامج تعاون اقتصادي مشترك، وما نقدرش ننكر دور مصر اللي واقفاه في الحفاظ على امن السودان وحماية المواطن السوداني وتأمين حياته داخل دولته. طبعا يعني زي ما تعودنا الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما مهتم بأمن المنطقة العربية والمنطقة الإفريقية، لأن زي ما بنقول دايما هي مصر هي قلب المنطقة الإفريقية وقلب المنطقة العربية. أي ضرر بيصيب أي دولة عربية بيأثر علينا، وقد دور الريادي المصري دايما، مصرنا العظيمة دايما بتحتضن المشاكل المحيطة في المنطقة بشكل كامل، والرئيس عبد الفتاح السيسي بيسعى ان هو يحلها ويساعد في وجود الحلول المختلفة، وان كانت دبلوماسية او ان كانت بالتوافق او بعمل جلسات مشتركة بين الدول المختلفة عشان الامور تعبر الى الطريق المضيء. دي كانت اخبارنا النهاردة. عندنا كمان خبر اخير، وهو معرض ماب ستيت. معرض ماب ستيت هو من المعارض الحديثة على أرض مصرنا. هو تعاون بين مجموعة شركات بيظهر صورة متكاملة لمشروعات العاصمة الإدارية. المعرض بيقام في الفترة من 20 مارس. هو المعرض لمدة يوم واحد بيقدم أفضل العروض بشكل متكامل لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة. طبعا العاصمة الإدارية يعني نافذة العالم كله بيبص من خلالها على مصر، بيشوف مصر جديدة في الطرق، في الكباري، في البنية التحتية، في استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا المطبقة في دول العالم. العاصمة الإدارية هي من أكبر العواصم الجديدة في العالم. المرحلة الأولى فيها 40,000 فدان. المساحة الإجمالية للعاصمة الإدارية 172,000 فدان. كمان ماب ستيت هو عبارة عن تعاون مصري مشترك بيقام تحت رعاية برنامجنا احنا الراعي الإعلامي للبرنامج. البرنامج حوار واستثمار هو الراعي الإعلامي عن معرض ماب ستيت، وزي ما قلت لكم هيبقى فيه مجموعة كبيرة جدا من العقارات داخل العاصمة الإدارية، سواء تجاري، سكني، إداري. وكمان هيكون فيه عروض كبيرة جدا أول مرة تتعرض داخل العاصمة الإدارية، وعروض مميزة جدا، نسب عالية جدا من الخصومات، وكمان تسهيلات، وفي مميزات وهدايا كتير جدا. هنتابع معاكم أخبار ماب ستيت لحد افتتاحه السبت بعد القادم، وهننقل ده بعد البرنامج إن شاء الله. ماب ستيت ظاهرة تخص كل الاستثمارات اللي موجودة في العاصمة الإدارية. قدرنا بالتنسيق معاهم إن احنا نوصل لأفضل الحلول العقارية، لأفضل العروض العقارية المميزة، ولكن لمدة يوم واحد، وهو يوم 20 مارس القادم، السبت بعد القادم. ان شاء الله هنقول لكم العروض القادمة، وحنتابع معاكم اخبار ماب ستيت لحد ان شاء الله السبت بعد القادم، وحننقله بعد ست برنامج هنشوفه بعدها ان شاء الله، وحننقل الاخبار كلها، وحنتابع مع بعض اهم العروض اللي هتبقى موجودة فيه. هنا احنا وصلنا لنهاية اخبارنا الاسبوع ده. هنطلع فاصل بسيط ونرجع لكم، استنوا.
رجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين مع الفقره الثانيه في برنامجنا النهارده. هيكون لنا لقاء هام جدا مع المهندس عادل زيدان خبير التطوير الزراعي ورئيس مجموعه شركات ايفرولاند. مساء الخير عادل بيه. مساء الخير ابراهيم بيه. ازي حضرتك اخبارك ايه؟ يا اهلا بيك يا فندم. منورنا. ده انا اللي والله سعيد بوجودي مع حضرتك. طبعا احنا يعني في ظل اهتمام الدوله بالمشروعات الزراعيه وتوجيه الرئيس السيسي للتوجه الزراعي في مصر سواء كان في استصلاح اماكن جديده زي 20,000 فدان، زي المزارع السمكيه، زي مشروع 1.5 مليون فدان. فلو عايزين نتكلم عن بقى الاستثمار الزراعي في شكل الشركات ما نقدرش طبعا ما نتكلم عن ده في غير وجود حضرتك. ربنا يعني يبارك في حضرتك. فطبعا احنا يعني لينا الشرف ان حضرتك تكون معانا النهارده ونتكلم عن يعني اهم مميزات الاستثمار الزراعي وكونه يعني ممكن يبقى بديل للمستثمرين او للباحثين عن فرص استثماريه جديده. تمام. الاول الاستثمار الزراعي او قطاع استصلاح الاراضي هو قطاع يعني يحوز اولويه متقدمه، تاخد بال حضرتك، لان هو قضيه قوميه. تاخد بال حضرتك. تمام. فالاستثمار الزراعي من ضمن مميزاته ان هو قطاع بيوفر كثير من فرص العمل المباشره والغير مباشره. المباشره سواء في المستثمرين في القطاع، لان هو الناس اللي هي متوسطه الدخل تقدر تستثمر فيه، يعني باقل شريحه ماديه تقدر تخش تستثمر في القطاع الزراعي، فانت بتبقى مستثمر وحائز على فرصه عمل. تمام. الوظائف المباشره للمهندسين الزراعيين وخريجي معاهد المساحه والدكاتره البيطري في مشروعات الانتاج الحيواني والزراعي السمكي، فده القطاع بيوفر فرص عمل كبيره جدا مباشره. فرص العمل غير مباشره اللي هي العماله المؤقته والعماله اليوميه، واخد بال حضرتك؟ تمام. فده بيوفر لي في السنه مش اقل من 5-6 مليون فرصه عمل، ان الفدان الواحد بيوفر فرصه عمل مباشره وفرصه عمل غير مباشره ويمكن اتنين، بالاضافه ان القطاع ده كمان بيوفر فرص عمل لاصحاب المهن المختلفه. تمام. زي الحدادين والنجارين والسباكين والبنايين وهكذا. فاذا هذا القطاع بيوفر لي اكتر من 6 مليون ل 10 مليون فرصه عمل، لان احنا عندنا 8,600,000 فدان حاليا بيزرعوا في مصر. تمام. لما نضيف اليهم 1.5 مليون فدان يبقى احنا واصلين ل 10 مليون فدان بيزرعوا في مصر. عايزتك. تمام. فالقطاع ده الى الان بيوفر اكتر من 6-7 مليون فرصه عمل. تمام. فدي احد مميزات القطاع. طيب هل يعني جهود الدوله في الاهتمام بالمجال الزراعي هتساعد على ان المستثمرين يهتموا بالمجال ده ويشوفوه برؤيه واضحه ان هم يستثمروا فيه؟ والله خلينا اكمل بس لسيادتك الحته دي، لان النقطه دي مهمه جدا. يعني ده بالنسبه لي اللي انا بقوله ده مميزات القطاع. السؤال الاولاني لحضرتك اهم جدا الحته دي. جهود الدوله معروفه للجميع. تمام. حضرتك يعني الدوله اكتر قطاع استفاد من جهود الدوله المصريه للنهوض بالقطاع ده كان القطاع، بكل القطاعات كان القطاع الزراعي. اولا الدوله الان مهتمه بهذا القطاع اهتمام بالغ الاهميه واهتمام كبير جدا جدا جدا، واول قطاع استفاد من شبكه الطرق القوميه في مصر كلها. معايا حضرتك؟ تمام. تاني حاجة الخدمات اللي بتقدمها الدولة للقطاع الزراعي دلوقتي خدمات كبيرة جدا. معايا حضرتك؟ سواء في تسهيلات للناس للاستصلاح سواء التسهيلات اللي بتقدمها من خلال شركة الريف المصري في مشروع 1.5 مليون فدان، أو حتى التسهيلات اللي بتقدمها من خلال قانون 144 ل 2017 في تملك الأراضي وتقنين أوضاع الأراضي. تمام. التسهيلات اللي بتقدمها الدولة من خدمات لوجستية زي ما قلنا الطرق، زي ما قلنا شبكات الاتصالات، زي ما قلنا الدعم على مستلزمات الزراعة. كمان المبادرة بتاعت الرئيس، مبادرة 5%، شملت القطاع الزراعي النهاردة. لو عندي مشروع زراعي أقدر أتقدم للبنوك وأخد مبادرة الرئيس بال 5%، فدي كل دي ممكن يستفيدوا منها.
طبعا يعني شملت القطاع، شملت قطاع الزراعي طبعا. اوكي حضرتك طبعاً. ففي تسهيلات كبيره جدا جدا للدوله بتقدمها عشان تنهض بهذا القطاع. بالاضافه كمان النهارده برنامج الزراعات التعاقديه اللي بتقدمه وزاره الزراعه، تمام. كمان النهارده وزاره الزراعه بتقدم ارشادات لكل المزارعين في كل القطاعات، معايا حضرتك؟ وبتعمل بروتوكولات مع الجمعيات الاهليه اللي موجوده اللي بتشتغل في قطاع الزراعه. والنهارده عندهم برنامج اسمه برايم، برنامج ازرع صح، حتى بيرفعوا من الوعي الزراعي للمزارع. كل ده بتقدمه وزاره الزراعه، تمام، يعني نيابه عن الدوله. خدمات زراعيه. اما مميزات القطاع، هو اساسا زي ما قلنا بيوفر كتير من فرص العمل، زي ما قلنا ان زي كمان ان هو بيسد الفجوه الغذائيه، بيساعد على سد الفجوه الغذائيه، معايا حضرتك؟ السمول الزراعي قضيه امن قومي، لانه بيكون لي نسيج زراعي منتج، بيرجع لي مصر الزراعيه اللي احنا نعرفها، بيدخل لي عمله صعبه من خلال التصدير. والدولة الحقيقة مهتمة جدا 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 بتسهيل عمليات التصدير للخارج، ويمكن الفترة اللي جاية هنشوف دور الغرف التجارية في كل أنحاء العالم لدعم التصدير الزراعي. اه طبعا المنتج المصري. طب ايه يعني بحكم حضرتك بتتكلم على القطاع، خلينا نشوف رؤية كده، يعني مثلا ايه افضل الاماكن اللي ممكن يتم فيها استصلاح الاراضي او الاستثمار الزراعي من وجهة نظرك او من رؤيتك، بحكم ان انت مطور عقاري مطور زراعي انا اسف. طيب بص حضرتك، هو الاماكن المتميزه الان في القطاع في الاستثمار الزراعي حقيقه مدينه منطقه وادي النطرون، ودي منطقه طبعا واعده لانها بتتوسط ست محافظات، محافظه الغربيه، محافظه البحيره، محافظه اسكندريه، محافظه مطروح، محافظه الجيزه، معايا حضرتك؟ تمام؟ فبتتوسط ست محافظات حتى محافظه المنوفيه، فدي يعني اقرب مكان يستوعب الزياده السكانيه واللي موجوده فين؟ في الدلتا. تمام. معايا حضرتك؟ واقرب مكان يستوعب الناس تعويض الرقعة الزراعيه اللي تم التعدي عليها في منطقه الدلتا في منطقه وادي النطرون. فمنطقه وادي النطرون كمان بتتميز بان فيها مدينه صناعيه على محاور خدمية كتيرة، زي طريق وادي النطرون العالمين، زي طريق الضبعة، زي الطريق الصحراوي، بالإضافة للطرق اللي هي الداخلية. والحقيقة الدولة المصرية من خلال محافظة البحيرة، أنا طبعا بشكر كل القائمين وكل المسؤولين اللي موجودين في محافظة البحيرة على رأسهم اللي هو هشام أمنة، على الدعم اللي بيقدمه للمزارعين والمستثمرين في قطاع الزراعة في منطقة وادي النطرون أو منطقة البحيرة عموما، محافظة البحيرة عموما تحديدا في منطقة وادي النطرون، بسرعة دخول خدمات زي الكهرباء، معايا حضرتك؟ زي الطرق، معايا سيادتك؟ كمان المدينة الصناعية اللي موجودة دلوقتي في وادي النطرون أصبحت مدينة صناعية واعدة، تم تطويرها وبدأ الناس تنتفع منها، كانت أول مدينة يعني ما حدش منتفع بها كتير، النهارده بقى فيها تصنيع زراعي وبقى فيها كتير من المصانع زي الصناعات اللي بتقوم على الزراعه اللي هي زي الزيتون والزيت والزيت سؤال والفرش. يعني احنا بنتكلم عن ان شبكه الطرق اللي في مصر انا دايما بشبهها ان هي شرايين للجسم، يعني لو قلنا ان دوله مصر دي عباره عن انسان فدي شرايين واللي بتحركه. اخر تطور في شبكات الطرق وهو القطار الكهربائي، القطار المفروض ان هو هيبتدي من جبل الجلاله في العين السخنه وهيوصل لحد العالميه الجديده. اكيد ده هيعمل نقله في منطقه وادي النطرون. اوكي طبعا مفيش كلام، ده موضوع القطار ده هيخلي بص حضرتك، المكان من ضمن مميزات منطقه وادي النطرون المشروعات المشروعات القيمه المضافه سواء من الافراد او من الشركات اللي موجوده في المكان او من الدوله المصريه، معايا حضرتك؟ بتخلي مشروعات القيمه المضافه دي بتخلي العائد على الاستثمار في المنطقه عالي جدا، بتخلي زياده قيمه الاراضي بتزيد بشكل كبير جدا، فيها طفرات عاليه جدا في 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 المنطقه في قيمتها فالقطاع القطار الكهربي طبعا احد محطاته هي منطقه وادي النطرون. تمام فالقطار السريع ده
طبعا هيعلي قيمة الأراضي وهيسهل الوصول ليها وكمان هيسهل تصدير المنتجات الزراعية اللي موجودة، لأن القطار السريع في جزء ركاب وجزء نقل بضائع، فبالتالي هو هيعلي القيمة الاقتصادية وهيسهل عملية النقل وعملية التصدير للمنتجات الزراعية اللي موجودة في المكان. بالإضافة أن مدينة وادي النطرون أو المنطقة دي فيها أكثر من 500 ألف فدان، جنبها مشروع مستقبل مصر، جنبها على بعد مثلا 15 كيلو من مدينة النوبارية الجديدة، على بعد 80 كيلو من مدينة العلمين الجديدة، على بعد مثلا 30 كيلو من مدينة السادات، في مدينة السادات الجديدة، كل ده معايا حضرتك قريبة جدا لسوق اكتوبر اللي هو سوق الجملة اللي في اكتوبر معايا حضرتك. فبالتالي ده بيخلي هيعمل نقلة المنطقة تانية، يعمل نقلة بعد شبكة الطرق، هيعمل لها نقلة تانية وبعد القطار السريع. تمام معايا سيادتك. طيب بيأتي بعد كده برضو منطقة المغرى اللي هي احد مناطق مشروع المليون ونصف المليون فدان اللي بتقوم على تنميته شركة الريف المصري. طبعا منطقة المغرى من المناطق الواعدة جدا، بس الناس اللي موجودة او المنتفعين في منطقة المغرى عليهم ان هم يعوا ان هذا المكان تم يعني مواصفات الريف المصري في التعاقد كانت بتوريك قبل ما تتعاقد البير بتاعك ملحته قد ايه، المكان ده ملحته التربة قد ايه، ملحته المية قد ايه، وانت متعاقد على ذلك عليك ان انت تختار معايا حضرتك المحصول اللي يتناسب مع ملحة التربة ونوع المية بالظبط. لكن انك تغلط نفسي غلط الشباب الخريجين القديمة ان انا اشتغل بدون تركيب محصولي، اهم حاجة عندي تركيب المحصول، تحليل المية، تحليل التربة، اختار المحصول المناسب اللي يمشي مع التربة. لكن الاجتهادات الشخصية ان انا شايف ان الزيتون بيكسب اللي مش عارف ايه بيكسب، معايا سيادتك، ده مش كل اللي يجي على بالك وكل اللي يكسب يشتغل فيه، لكن المهم اللي يتناسب مع التربة والمية فين في المكان. فمنطقة المغرى هي الحزام الأخضر لمدينة العالمين الجديدة وكذلك محافظة مطروح ومدينة الضبعة. يجي بعد كده منطقة المنيا وغرب المنيا وغرب غرب المنيا. طبعا الدولة النهاردة بتمد شبكة طرق، بتطور الطريق بتاع أسيوط الغرب الجديد، ومعتبرة ان المنيا هي عاصمة مصر الزراعية، فيها مليون الى ربع فدان. دي منطقة واعدة لان فيها منطقة غرب المنيا فيها المية جيدة جدا بتوصل ل 400 و300 جزء في المليون، فيها مد دولة بتمد شبكات الكهرباء. طبعا برضو بشكر السيادة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اللي بيدعم مشروع المليون ونصف فدان وبيدعم المشروعات الزراعية وبيسهل إجراءات التملك في قانون 144 واللي تم إسناد المحافظة وإعادة تخصيص لها حوالي 334 ألف فدان بالإضافة ل 420 ألف فدان بتوع الريف المصري. تمام. المنطقة منطقة واعدة فيها الرئيس طبعا عمل فيها أصدر قرار بعمل ميناء جاف في منطقة في محافظة المنيا عشان تساعد الناس على تصدير منتجاتها ونقل منتجاتها. طبعا محافظة المنيا احد اهم المناطق الواعدة في الاستثمار الزراعي. يجي بعد كده منطقة الواحات، الوادي الجديد، الفرافرة، الاقصر، كل دي مناطق واعدة في الاستثمار الزراعي. المشكلة عندنا ان الناس دايما بتدور على الحاجة القريبة. تمام. طبعا وجود الطرق بيسهل الموضوع. فانت حضرتك اللي عايز الناس اللي بتستثمر على في نظام اللارج سكيل اللي هي المساحات الكبيرة ما يفرقش معها المسافات، وخصوصا ان الدولة النهاردة بتعمل قطار سريع هيحزم مصر كلها. تمام. هيوصلني للسودان. احنا عايزين حضرتك تحكي لنا حكاية مشروع العزبة، بس عايزين في الاول نشوف فيديو كده عنه وبعدين نرجع بقى نتكلم مع بعض. Thank you.
رجعنا تاني. احنا عايزين بقى نعرف حضرتك ايه فكرة مشروع العزبة وايه الفكرة الاستثمارية اللي جواه. بص حضرتك، احنا يمكن كنا من شوية بنقول ان القطاع الزراعي او الاستثمار الزراعي ازاي يكون احد اهم البدائل، او ازاي يكون هو البديل الامثل للمستثمرين الخارجين من بعض القطاعات الاخرى زي القطاع العقاري، زي القطاع القطاع الاستثمار في البداية، الباحثين عن فرص اخرى للاستثمار. بالظبط، فيكون ازاي يكون بديل للباحثين عن فرص جديده للاستثمار واعده بعائد كبير. تمام. الحقيقه يمكن كلنا يعلم ان النهارده مثلا في قطاع زي القطاع العقاري، قطاع الاستثمار العقاري، قطاع الاستثمار العقاري في يعني الناس النهارده الدوله المصريه تشكر على انها خلت الناس تشتري، الناس اللي تسكن هي اللي تشتري. تمام. والاستثمار بقى في التجاري والاداري. تمام. معايا حضرتك؟ تمام. وده مهم جدا جدا جدا. فالنهارده في ناس من ضمن المستثمرين في القطاع العقاري اللي هم كانوا بيستثمروا في وحدات زي شقه بيشتريها عشان سعرها يزيد، شقه ياخدها يستلمها بعد 3 سنين ويشطبها وبعد كده ياجرها. الحقيقه النوع ده بقى يدور على بديل. تمام. في ظل وجود او انخفاض الفايده في الودائع على الودائع في البنوك، برضو الناس بتبحث عن بديل. الناس في الذهب في ظل انخفاض وصعود وهبوط الذهب، برضو الناس بتبحث فيه، عن المستثمرين بيبحثوا عن بديل. كمان الناس اللي بتستثمر في الصناعة والسياحة برضو بدأت تبحث عن بديل. فده الاستثمار الزراعي أحد أهم البدائل المهمة لي والمثلى لي الباحثين عن فرص جديده للاستثمار والخارجين من القطاعات دي. طب انا عايز اسالك سؤال. اتفضل. ازاي في مشروع العزبه ده بيتم الاستثمار؟ بص حضرتك، مشروع العزبه المشروع فكرته جايه من الاتي، هو يعتبر احد اهم الحلول تمام الغير تقليديه للاستفاده القصوى من الاراضي الزراعيه. احد اهم المنتجات اللي توجه عيون الناس على الاستثمار الزراعي. معايا حضرتك؟ طيب احنا راينا في هذا النموذج ايه؟ طبعا كلنا يعرف ان العزبه دي دايما يمتلكها البشوات. تمام. معايا حضرتك؟ لكن النهارده لما اجي اجيب لك منتج، العزبه عندي بتبدا من 5 فدادين ل10 فدادين. معايا حضرتك؟ الخمسه لعشر. لعشر فدادين. تمام. العزبه دي هي احنا لقينا قلنا العزبه مشروع ينفع اخواننا العائدين من خارج اللي بيدوروا على مشروع يجي بعد ما ينزل يلاقيه. تمام. تمام. مشروع يكون بديل لكل القطاعات اللي احنا بنتكلم، كل معظم الناس بتستثمر في القطاعات دي عشان العائد. الناس فاهمه ان الاستثمار الزراعي يحتاج مال قارون وعمر نوح وصبر ايوب علشان ينتج ويكسب. يجيب صح. لكن في ظل وجود افكار خارج الصندوق، وفي ظل وجود شركات اداره، تمام، شركات تدير هذه المشروعات، فبتوفر عليك الجهد وبتوفر عليك المخاطره. معايا حضرتك في الاستثمار في هذا المجال. طب ادينا مثال ازاي الاستثمار بيتم. يعني النهارده هو هيعود عليه ايه؟ هو هيشتري مثلا عزبه. تمام. العزبه دي مكونه من ايه؟ وازاي هيتم فيها الاستثمار؟ هو هيستفيد ازاي؟ بص حضرتك، هي العزبه احنا مشروع سواء 5 او 10 فدادين. تمام. احنا بن 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 بندي لحضرتك الارض، تمام، مقابل طبعا سعرها. تمام. بتمتلك حضرتك الارض، وبعد كده احنا بنأجر الارض منك من اول سنه. من اول سنه؟ من اول سنه. طيب. تمام. احنا بنأجر، فالعقد كده بعدين عقد تمليك حضرتك بتاخده. تمام. ويقابله عقد ايجار الشركه بتأجر منك الارض. تمام. معايا حضرتك؟ طيب هل اجباري انك تأجر مني؟ لا، انت لو عايز تزرعها انت ونقدم لك دراسات الجدوى ونزرع لك الارض ونشرف لك عليها ونسوق لك المحصول، دي خدمات بتقدمها الشركه. في الحاله دي انت هتقول له ايه نوع الزراعات اللي تتناسب مع المكان اللي هو واخد فيه. تبقى الميه والتربه. تمام. معايا حضرتك؟ تمام. هترشده على الانسب استثمار من المنتجات تتزرع في الارض دي. بالظبط. تمام. ولكن احنا لما لو 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 انطلب مننا ان احنا نقترح عليك تستثمر في ايه وتزرع ايه، هو اللي احنا هنقولك.
تمام. أكاد لما أجر منك الأرض أنا هختار إن المنتج اللي هيفيدني ويفيد حضرتك. تمام. فأنا هبقى جايد ليك في, 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 في عزبتك. تمام. طيب أنا بسلمك الأرض بكل الخدمات، مية وكهرباء. تمام. أو طاقة شمسية. معايا حضرتك؟ تمام. طيب أنا لما لو أنت عايز تزرع بزرع لك. لو حضرتك عايز أأجر منك بأجر منك، بديك عقد التمليك وفي نفس التوقيت باخد منك الأرض إيجار في نفس الجلسة. والإيجار ده بيبقى لمدة الإيجار ده لمدة 3 سنوات، هم أصعب 3 سنوات في استصلاح الأرض وزراعتها. تمام. اللي هم 3 سنوات الأوائل. فإحنا بنوفر عليك المجهود ده وبنوفر على حضرتك المخاطرة وبنأجر منك الأرض. الإيجار بإيجار الفدان 8000 جنيه في السنة، يعني لو العزبة 10 فدادين يبقى بتاخد إيجار 80000 جنيه في السنة. يبقى تقريبا نسبتها كام في المية؟ 40%. 40%. 40%. يعني هو ياخد 40% من فلوسه. 40% من فلوسه. في الثلاث سنين. في الثلاث سنين. تمام. معايا حضرتك بالإضافة إن قيمة الأرض بتزيد. بتزيد. معايا حضرتك؟ ودي من ضمن مميزات الاستثمار الزراعي. طب والحاجات اللي حضرتك هتعملها في الأرض هتسيبها له؟ طبعا. يعني الشبكات والحاجات اللي هتعملها الأرض، التسويات، كل الكلام ده هتعمله وخلاص هيبقى عنده هو في أرضه. طبعا أنا بسلمك الأرض أصلا جاهزة للزراعة بالمية. تمام. ولكن المفروض ان انت لو هتاخد مني الشبكه الداخليه دي حضرتك اللي بتعملها، لانك بتختار وقتها انك تعملها للخضار او تعملها للاشجار. معايا حضرتك؟ تمام. فدي حضرتك كده كده انت اللي بتعملها. معايا حضرتك؟ لكن لما انا باجر منك انت اللي بتعملها. انا اللي بعملها. تمام. فبالتالي بياخدها بالشبكه. لما اجي اسلمها له بعد 3 سنين بعد الايجار بسلمه الارض بايه؟ بشبكه الري. تمام. بالاضافه لايه؟ طبعا شبكه الري في التوقيت ده بتبقى شبكه مضمونه جيدة على ضمان لا يقل عن 5 سنين، ودي قيمتها في التوقيت ده بتبقى حوالي 10000 جنيه. يعني دول للفدان يبقى في العشر فيدين 100000 جنيه. تمام. في الثلاث سنين دي بياخدها في شكل يعني عيني او عائد عيني في شكل خدمة زراعية بنوفرها عليه وبنعملها له. بالاضافة لان الخدمات الزراعية من مطهرات ومغذيات واسمدة عضوية اتحطت في الارض خلال الثلاث سنين. معايا حضرتك؟ رفعت من جودتها، رفعت من 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 قيمه الارض على انها قيمه مضافه. تمام. بالاضافه لانها رفعت كفاءه الارض في الانتاج. كمان احنا بنزرع محصول مهم جدا في الثلاث سنين الاولى، وهو محصول بنزرع الارض بنجر لمده 3 سنين بالتعاقد مع احد مصانع البنجر السكر سواء في المنيا او في وادي النطرون. بنتعاقد على مع المصنع بيمولنا هو مستلزمات الانتاج واحنا بنديله المحصول المنتج. طيب ليه بنجر السكر تحديدا؟ طب وهل في الحاله دي العميل لما بعد ما حضرتك تأجر ارض 3 سنين ينفع انت تساعده ان هو يكمل في التعاقد ده؟ طبعا انت بعد 3 سنين حقك نجدد التعاقد على الايجار برضا الطرفين. ينفع. تمام. لكن انا بتكلم ان انت العائد عليك. انا ليه بزرع لك بنجر؟ انا بزرع بنجر عشان البنجر ده في بكتيريا عقديه بيمتص الاملاح، بيضيف قيمه للتربه. قيمه للتربه. تمام. وبيضيف لها مغذيات. معايا؟ يعني البنجر من المحاصيل اللي بتدي التربه مش بتاخد منها. بل بالعكس ده بتفيدها في انها بتمتص الاملاح الضاره من التربه، فده بيأهل التربه للانتاج الامثل. تمام. فبيعالج التربه. فانا بزرع البنجر ده لمده 3 سنين. معايا حضرتك؟ ساعه ما باجر منك الارض، وده عشان ارفع لك كفاءة الإنتاج أو كفاءة الإنتاجية لمين؟ للتربة، للأرض. معايا حضرتك؟ بالإضافة لأن بعد كده، وده مهم جدا لأن إحنا المهم إن إحنا نشتغل على التصنيع الزراعي. تمام؟ يبقى العزبة هي منتجع أو كومباوند زراعي صناعي سكني، وأعتقد إن ده بيمشي ضمن توجهات الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخلق مجتمعات زراعية وصناعية وعمرانية جديدة. فاحنا المستثمرين اللي احنا عايزين نجذبهم للقطاع ده اللي هم ما عندهمش فكرة عن القطاع الزراعي والاستثمار الزراعي وحابين ان هم او عندهم فكرة وخايفين ان هم يجازفوا ما يعرفوش يصصحوها. بالزبط. زي ما في ناس كتير مرت بالتجربة قبل اي حاجة بنبقى مستشارك. حد مستشار. احنا بنكون مستشارك الزراعي بالتطوير. بنكون المهندس الزراعي ايدك في زراعة ارضك. بنكون احنا المؤجر. لو انت عايز تأجر الارض زي ما قلت لحضرتك بنأجرها منك، ودي بتعود عليك. طبعا انت حضرتك قيمة الشبكة دي بتمثل 10000 جنيه للفدان. معايا حضرتك؟ يعني بعد 3 سنين انت كسبان
خدمات زراعيه ب 100,000 جنيه في العزبه. تمام؟ طيب انت حضرتك بعد 3 سنين كمان المغذيات والمطهرات دي قيمتها بتوصل ل 30,000 جنيه، يعني 10 او 12,000 جنيه في السنه. الارض ما بتاخدش ال 30,000، بتاخد منهم حوالي 40% في زراعه البنجر، وبقى حوالي 60% اللي هي قيمتهم حوالي 16,000 جنيه. يعني 160,000 دي خدمات زراعيه بنديها لك في الارض. يبقى العائد على الاستثمار عند حضرتك ايه؟ اول حاجه العائد الايجاري اللي هو 240,000 جنيه في 3 سنين، 80,000 جنيه في السنه، بالاضافه ل 100,000 جنيه اللي هم الخدمات الزراعيه العينيه اللي حضرتك بتلاقيها في الارض من شبكه الري المتطوره بالضمان الشركه، بالاضافه للاسمده والمغذيات والمطهرات اللي اتحطت في الارض اللي هي قيمتها حوالي 16,000 جنيه، يعني حوالي 160,000 جنيه للعزبه. يعني حضرتك بتتكلم تقريبا في نص مليون جنيه في 3 سنين، ده ما بتلاقيهوش في قطاعات كتير. معايا حضرتك؟ اسال سؤال. اتفضل. مشروع العزبه ده له اماكن معينه؟ الاماكن المطروحه حاليا هي منطقه وادي النطرون ومنطقه المنيا. والشركة في مخطط ان شاء الله ليها بتاخد في الاقصر. انتم ما عندكوش توسعات خارج يعني خارج المنيا، يعني اتجاه بقى ناحيه الصعيد، يعني زي ما الدوله مهتمه بمحافظات الصعيد انت بتبتدي في المنيا اهو. طب في حاجه تاني فيما بعد؟ والله احنا حاليا ان شاء الله باذن الله واخدين مشروع في الاقصر، واحد بيدار بالطاقه الشمسيه والتاني بيدار بالكهرباء. تمام؟ ده في الاقصر ان شاء الله باذن الله عندنا حاجه في. طب والخط التاني بقى اللي هو بقى اتجاه السويس والاسماعيليه؟ والله الشركه حاليا باذن الله يعني في المنطقه بتاعت سامي سعدي بتاخد مساحه 1000 فدان ان شاء الله باذن الله تطوير، يعني دور الشركه فيها تطوير زراعي من المالك، لكن ما هيش مالك فيه يعني. وطبعا بنتوسع في منطقه وادي النطرون، بنتوسع في المنيا، بالاضافه لمنطقه الفيوم. طبعا بنشوف حاجه يكون يعني يا اما قابله للتملك يا اما تكون ملك ونرفع كفائتها. طب عايزين ناخد مثال يعني على الاسعار، يعني مثلا هنقول مثلا في منطقه وادي النطرون، تمام، العزبه الخمس فدادين تبقى بكام والعشر فدادين تبقى بكام؟ والله العزبه طبعا انت حضرتك الاسعار في منطقه وادي النطرون هي العزبه الفدان بيعمل طبعا بالكهرباء بكل الخدمات، كل الخدمات قرى هناك بيعمل حوالي، العزبه بتعمل حوالي مليون جنيه، بتدفع 35% مقدم. كام فدان؟ خمس فدادين؟ خمس فدادين. خمس فدادين. بنفس القيمه في المنيا، بس بتبقى 10 فدادين، وده تقسيط على 10 سنين. بالتقسيط؟ على 10 سنين. تمام. كل طبعا ما قلت سنوات التقسيط كل ما بيبقى في خصم على السنه يعني بتاعت التقسيط. ولكن الاهم من ده كله ان حضرتك بتاخد خدمات الشركه من امن وحراسه وزراعه ورعايه واشراف وتسويق للمنتج، تقديم دراسات جدوى في الانتاج الحيواني والانتاج الداجيني والانتاج السمكي والصوب الزراعيه، ولو حبيت تزرع نخيل برحي او مجدول توريد بزراعه واداره، لو حبيت تبني بيت صغير في عزبتك الشركه بتعمله لك برضه على نظام الاب اللي هو نظام الدكتور حسن فتحي الله يرحمه. طب ده بحساب بره المليون جنيه؟ طبعا بره المليون جنيه. هو بيختاره. تمام. فطبعا وانت ممكن تعمله له كامل يعني على السكنه، يعني ينفع تبنيه له وتشطبه له كل حاجه ونفرش. تمام. طبعا. تمام. طبعا وفي نماذج يمكن حضرتك يعني ده نموذج قدام حضرتك اهوت. ده النموذج ده وده نموذج صوبات صراعيه اهيت. تمام. احنا ودي ارض احنا واخدينها مأجر دي في وادي النطرون. دي ده من الواقع. ده من الواقع. تمام. من الواقع سعادتك اهي، ادي الصوب الزراعيه. تمام. دي متنفذه في ارض عميل منفذها الشركه. معايا حضرتك؟ طبعا دي لزراعات الخضار، وادي نموذج البيت، وده نموذج برضه من الواقع في وادي النطرون زي ما سعادتك شايفها. والاراضي دي وصل لها كهرباء؟ وصل لها كهرباء ومي، وفي ناس بتشتغل بالطاقه الشمسيه. الطاقه الشمسيه اوفر من الكهرباء في الانتاج دلوقتي. في الانتاج اوفر. طبعا. اوفر. تمام. فاتوره الكهرباء بتبقى عاليه في الانتاج الزراعي، فانت البديل ان انت بتركب طاقه شمسيه بتدفع صحيح مره واحده. الطلعه الاولانيه بس. يعني بعد كده تدفعوا مثلا فواتير كهرباء خلال 3 سنين، هتدفعوا مره واحده ب 25 سنه وتبقى بتاعتك. طبعا. تمام. حضرتك. تمام. فطبعا يعني احنا بنقول ان نموذج العزبه مشروع، يعني اول حاجه تقدر مشروع استثماري بعائد مضمون بعقود. بعائد 40%. بالظبط. بعقود ملكيه باداره الشركه، بخدمات بتقدمها الشركه. ينفع يكون مشروع ليك لو انت من اخواننا اللي عاملين بالخارج، وهو يعني نموذج ادخاري استثماري، انت بتعتبر بتستثمر غربتك في عزبتك. انا يتهيألي كمان ان هي يعني انا جالي رؤيه كده، معرفش صح ولا غلط،
ان هي يعني عاملة زي الوديعة. يعني انت النهاردة لو عندك وديعة قيمة الفلوس بتقل مع الوقت طبعا، فهو بيديك انترست يوازي قيمة قلة القيمة النقدية، تضخم. الارض بالعكس يعني قيمتها بتزيد مش بتقل. تمام. يعني بتحط 1,000,000 جنيه في الارض، السنة الجاية هيبقوا كذا، اللي بعديها هيبقوا كذا، هتعلى زيادة. تمام. ولو فيها عائد استثماري زي ما حضرتك بتقول ان انت تأجرها منه، يبقى هو كسب من ناحيتين. غير العائد اللي هو كمان بياخده من الارض. طب انا دلوقتي لو انت حضرتك قلت لي انا بعد 3 سنين بعد ما تأجر الارض، بعد تسلمها لي فاضية بعد 3 سنين، او انت ممكن انا ما ارضاش أجرها لك مثلا، مش عايز استلمها فاضية، احنا ممكن نعمل حاجة جميلة جدا. احنا النهاردة بنقول احنا بنستهدف التصنيع الزراعي. فاحنا هنزرع ارض زيتون مثلا، انت حضرتك هتدي الشركه النهارده 15,000 جنيه تكلفه زراعه الزيتون. تمام. من النوى دي بالاضافه للمبلغ الاولاني. تمام. معايا حضرتك؟ بنزرع لك الزيتون ده وبنأجر المسافات او المساحات اللي بين الزيتون اللي هي تقريبا تلتين الارض. تمام. بس بدل ما بنأجر منك ب 8,000 جنيه الفدان بنأجره ب 5,000 جنيه. تمام. يعني بدل 80 50 وتزرع له حاجه ثانيه ونزرعها بنجر. تمام؟ تمام. والزيتون بيتزرع على تلت المساحه. تمام. بعد 3 سنين بقى عندك انتاج زيتون. تمام. يعني الفرصه والفرصه البديل. البديل. ففي تكلفه اختيار هنا بين الفرصه والفرصه البديل. تكلفه تمام. الاختيار ان بدل ما تاجر الارض لينا فقط ب 8,000 جنيه في السنه وبعد 3 سنين تستلم الارض بشبكه الري وفاضيه، لا انت ممكن من دلوقتي تدفع تكلفه بقى اللي هي تكلفه الاختيار هنا انك بتدفع 15,000 جنيه تمام زراعه الارض من دلوقتي زيتون، وده تلت، وبتقلل من قيمه الايجار 3,000 جنيه بدل 8 تبقى 5. تمام. معايا حضرتك؟ ولكن بعد 3 سنين عندك هياخد شجر هو ليه هو مثمر. مثمر. معايا حضرتك؟ يجيب لك عائد لا يقل عن هو مش في الاتجاهين. مش في الاتجاهين بس في تكلفه هنا للاختيار. وبقى عنده منتج. تكلفه الفرصه البديله هنا موجوده. تمام. اللي هي تكلفه الاختيار بين الفرصه والفرصه البديله. تمام. بالاضافه بقى لحضرتك ان رعايه ال3 سنين من ري وتسميد ومكافحه للزيتون، انت ده مكسب ليك. يعني انت النهارده فدان الزيتون يصرف عليك من 5 ل 6,000 جنيه في السنه ويزيد الطاقه الشمسيه. فيعني لو قلنا 6 ب 18,000 جنيه بمصاريف الرعايه دي بتتوفر عليك بايجارنا للارض، لان احنا كده كده بنعمل شبكه على معبسين خطين، خط للشجر وخط للايه؟ للزراعات التحميليه اللي هي زي البنجر او الخضار اللي هيتزرع. فبنعمل شبكتين، شبكه للزيتون بس وشبكه للخضار او المحصول اللي هو البنجر. فبالتالي احنا بنروي وبنسمد الزيتون مع شغلنا اللي هو مع زراعه البنجر او الخضار اللي بتزرع مع زراعات التحميليه اللي عليه. تمام. طيب بص، احنا طبعا سعداء جدا بالمشروع ده. هنحتاج بس نوري الناس في حلقه ثانيه لو ما يضايقكش، يعني وقتك يسمح، نوريهم شكل الزراعه ازاي يبقى فيه زراعتين مع بعض في نفس الوقت. تمام. ونوريهم حتى شكل يعني زي موكب حقيقي لقطعه الارض تبقى شكلها عامل ازاي في الواقع، لانه واضح من في تجربه من الصور موجوده. لا في صور في الواقع اكبر. بالظبط. نوريها لهم بشكل متكامل، شكلها وهي مزروعه وشكل الزراعات المتخلله تبقى ازاي، عشان يشوف الفرصه والفرصه البديله زي ما حضرتك بتقول. وطبعا هو مشروع عظيم يعني، ونتمنى يعني حضرتك تدينا الحلقه الجايه لما تيجي معانا تدينا. لو ساعتك تسمح لي بدقيقه واحده، ان حضرتك النهارده لو انا قلت شقه ولا عزبه، الشقه هنا العزبه هنا بقل من ثمن الشقه مثلا. تمام. الشقه في مصر بتطلع 1,000,000 جنيه. طبعا. تمام. انت بتستثمر الشقه ازاي؟ يا اما بتاخدها عشان قيمتها بتزيد، او بتاخدها عشان تستثمر فيها بانك تشطبها وبتاجرها، وده ما فيش استلام قبل مثلا 2 أو 3 سنين. تمام. انت حضرتك العزبه بتاخدها بنفس طرق الدفع بتاعه الشقه، ولكن ان حضرتك بتستثمرها من اول يوم. احنا نعتبر بنسلمها لك متشطبه بعد الايجار، يعني بنأجرها لك من اول سنه، وبتاخدها بنعمل لك الشبكه فيها وبنرفع لك كفاءه الارض. يعني يعتبر لو جيت تأجرها بعد كده فاحنا يعتبر شطبناها لك، لو بنتكلم في زي الشقه يعني. تمام. بالاضافه ان قيمه الارض بتزيد بزياده مشروعات القيمه المضافه اللي بيعملها، اللي بتتعمل في الارض نفسها واللي بتتعمل من حوالين من الافراد حوالين منها، بالاضافه لاستثمارات الدوله في رفع كفاءة المناطق اللي الدولة النهارده مهتمة بيها في القطاع الزراعي. تمام. زي القطار السريع، زي شبكة الطرق، زي الخدمات اللي بتتقدم من كهرباء ومن تليفونات ومن إقامة قرى خدمية زراعية ومن عمل ورش ومحلات وخلافه. معايا حضرتك؟ تمام. تمام.
ده لو انا النهارده يبقى النهارده عندي الارض قيمتها بتزيد مش اقل من 10-15% في السنه، يعني 45 في الثلاث سنين وانت هتديله 40 يبقى تقريبا جاب ثمنها تاني، خد الفلوس تاني معايا بالظبط. فده من ضمن الحاجات. الودائع انت حضرتك قيمه الارض بتزيد بالاضافه انك بتاخد عائد ايجاري حضرتك. احنا بنتكلم في الذهب، فالذهب يعني خدت العائد مرتين، خدته في الارض وخدته في الانترست التاني وخدته في قيمه مضافه تضاف للارض بالظبط. فالعزبه تمام. مشروع يعني اتمنى ان يكون نموذج بديل او نموذج امثل بديل للناس الاستثمار بعائد مادي مضمون واداره شركه او اداره مطور زراعي. تمام. احنا طبعا سعداء جدا بلقائنا مع حضرتك النهارده، وان شاء الله نحصل على لقاء تاني معاك بس وقتك يسمح. عظيم الشرف. وطبعا بتقدم لك بخالص الشكر على الحلقه الجميله دي. لا مشكور سعادتك على الاستضافه. الف شكر عادل. شكرين لحضرتك. هنا نكون وصلنا لنهايه حلقتنا معاكم النهارده من برنامجكم حوار واستثمار مع الشواربي. الى ان نلقاكم الخميس القادم، نترككم في رعايه الله.